نحاربو كل شر اللي داير بينا، مازالنا بنفس القوة من النهار اللي بدينا، مازالنا حابين نغيرو المنكر بيدينا ونبقاو هكا ديما حتى نموت دينا. مازالنا خويا رشيد، احنا في الجزائر شفناك حتى ترشح رئيس، احنا عبنا في الجزائر لي جينيرو لي ديسيديو واش جابك لهنا؟ اسمح لي على كيسيو يعني. سامح يا عبني طيح بالكلام للناس اللي راهم بالحكومة ونقول لهم بلي هاد الدولة تحت الجيش راهي محكومة. عبني نقول لهم اسمح لي على كيسيو يعني. سامح يا اسكو، تضيع في وقتك، تضيع في صحتك، تضيع في دراهمك، وجدوا كوستوس يتهموك ويقولوا بشعل في النار، اي بعدت فرنسا او وش دخلوا او صغير خالق 72 ما عندوش معارف، ما عندوش حزب، ما عندوش كذا، ديما عاقل كي يهضر ومليح مع الناس كل. كي نشوف العداله راي نايمه والحقره قايمه وراي دايمه، كي نشوف السوارد راي كاينه والناس في الهم راهي عايمه. للاسف ما بقاش الشعب اللي يختار، كاين الناس هي اللي تختار. انت كيفاه قاعد تواجه في هذا المشكل؟